السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. معكم ايمان من قناه شيوات ايمان ام امين، وفي هذا الفيديو ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الوصفه خفيفه وسريعه، واللي غنقدموها كتحليه اولا ديسير، واللي هي لاموس ديال الشوكولاته السوداء بالقهوه، واللي كتجي لذيذه وخفيفه ومهويه كيف ما كنبغيوها. والاهم اننا كنحضروها في وقت قياسي اقل من 10 ديال الدقائق وكتكون موجوده. فإلا عجبتكم هاد الفيديو ما تنساوش تخليو ليها بزاف ديال اللايك، كذلك تخليو ليا ارائكم في التعليقات وتبارطاجوها مع احبابكم مع صحابكم باش تعمل فائده. ونخليكم مع تتمه الفيديو، نتمنى لكم فرجه ممتعه. بالنسبه للمقادير فغادي نحتاجو لثلاثة ديال الحبات ديال البيض متوسطين، غادي نحتاجو كذلك 200 غرام ديال الشوكولاته السوداء. هنا خديت هاد الشوكولاته هادي اللي فيها 52% ديال الكاكاو، يمكن لكم تاخذوا نسبه الكاكاو اللي بغيتو. غادي نحتاجو كذلك لثلاثة ديال المعالق كبار ديال السكر سنيده، واللي كيبقى على حسب الذوق. وهنايا غادي نضيف واحد 40 مليلتر ديال القهوه، هنا قهوه اللي عصرتها، يمكن لكم تستعملوا قهوه سريعه الذوبان اولا يمكن لكم تكتفيوا بالماء الساخن مع النكهه اللي بغيتوا، تضيفوا الفانيليا اولا اي حاجه، اولا يمكن لكم ديروا العصير ديال البرتقال حتى هو كتسخنوه حتى هو كيجي لذيذ في هذه الوصفه. اول حاجه كناخذ الشوكولا اللي عندنا، غادي نقطعو وغادي نضيف ليه القهوه الماء اولا العصير ديال البرتقال اللي بغيتو، وغادي ندوبو. هنا غادي نديرو في الميكرووند، يمكن لكم ديرو في حمام مائي. من بعد غادي نحركو مزيان بملعقه ولا بان سباتول حتى كنحصلو على شكل بحال اون غاناش اللي تكون ملساء. غادي نخليها على جنب ونكمل بقيه المراحل. من بعد غادي ناخذ واحد الاناء اللي يكون يستحمل الحراره، وغادي نهرس فيه الحبات ديال البيض، غادي نضيف لهم السكر سنيده الكيمياء اللي عندي، وغادي نحركهم مع بعضياتهم. من بعد غادي نديرهم في حمام مائي. غنكون وجدت واحد الكاسرونه اللي درت فيها القليل ديال الماء ودرتها حتى كيغلى داك الماء، كنحط عليه زلافه اللي فيها البيض، كنبداو كنحركو ما كنتوقفوش، ومره مره كنديروا الاصبع ديالنا فيها. حنا كنقيسوا درجه الحراره بلا ما نستعملوا الترمومتر، يعني حتى كتوصل لنا الا مستعملين الترمومتر ل 70 درجه، اي ملي كنديروا الاصبع ديالنا فيها يعني كتولي كيحرقنا الخليط، كيولي سخون بزاف ما نقدروش نخليو فيه الاصبع ديالنا. تما غادي نحيدو من على النار، غادي نحطو فوق سطح العمل، غادي نضربو هاد المره بالطراب الكهربائي حتى كيضاعف الحجم ديالو تقريبا 3 المرات، كيولي عندنا واحد الخليط لي موسو، اللون ديالو كيتفتح وكيبرد. واللي بغيت نقول لكم هو راه ملي كنوصلوا درجه الحراره ديال البيض ل 70 درجه في البماغي، فيمكن لكم تاكلوه بكل راحه لان كنكونوا عقمناه. ودابا غادي ندمجوا العناصر مع بعضياتهم، فكناخذ واحد الكميه من الخليط ديال البيض والسكر، كنضيفوه للشكلاط وكنضربوه بالطراب الكهربائي حتى كيندمجوا مزيان وكيخفف لينا هذاك الشكلاط. من بعد غادي نضيف هذاك الكميه كلها ديال الشكلاط للبيض، وهنايا غنحركو فقط بلا سباتول بحركات دائريه من الاسفل الاعلى وغير بشويه بحال ملي كنحضروا لا جينواز باش ما نهبطوش هذاك البيض، ونحصلوا في التالي على واحد لاموس اللي تكون خفيفه ومهويه. وصافي، من بعد ما كتوجدنا لاموس فهنايا غادي كنديروها في دي فيغين. انا اختاريت هاد لي فيغين، غادي نعمرهم وغادي نديروهم في الثلاجه على الاقل واحد الساعه حتى كتقبط راسها مزيان. من بعد غادي ندوزو باش نزينوهم ونقدموهم بصحة وراحة. ومن بعد ما قبضت لاموس راسها مزيان فدابا غادي ندوزو للتزيين. هنا غنزينها بكريم كريم شونتي من اختياركم، ديروا بودره ولا اللي متوفره عندكم. انا استعملت هاد لا كريم هادي ديال لا مارك او واللي فيها 35% ديال الدهون مع برش، يعني درت واحد شويه ديال لا كريم اللي غادي نطربها
ملي غادي تبدا تقبط راسها غادي نضيف ليها قياس جوج ديال المعالق ديال السكر كلاصي صافي، وغادي نضربها حتى كتوقف مزيان. وغادي نرجع دابا للاموس غنوريها لكم من بعد ما كتقبط راسها، فكتكون على هذا الشكل يعني كتجي قابطه راسها. انا خليتها ساعه فقط في الثلاجه كنقلبوها كل شيء ما كيوقع ليها حتى شي حاجه، وصافي غادي نبدا كنزينها بلا كريم اللي درتها في جيب الحلواني، واستعملت واحد لادوي اللي هي مسننه، وغادي نبدا كنبوشي فوق منها كيف ما غادي تشوفوا. من بعد غادي نزين كذلك بديكوبو ديال الشوكولا وكذلك بأون فرومبواز في كل واحد، فالتزيين كيبقى على حسب الاختيار. يمكن لكم تكتفيوا مثلا بحبيبات ديال الشوكولا من فوق لاموس يعني بلا ما تستعملوا لاكريم، فريمون ديروا على حسب المتوفر عندكم. وصافي هذا هو الشكل النهائي ديال لاموس، كيجي الشكل ديالها زويون وكتجي لذيذه بزاف في المذاق ديالها، كتجي خفيفه ومهويه كيف ما كنبغيوها. وصافي غادي نخليكم تشوفوها كي كتجي من الداخل، وغادي نقول لكم بلي وصلنا لنهايه الفيديو. فإلا عجبتكم ما تنساوش تخليو ليها لايك، تخليو ليها تعليقات وتبارطاجيوها. بالنسبه للناس اللي كيشوفوا القناه ديالي لاول مره فمرحبا بكم، ضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا الاشتراك بالضغط على الجرس باش توصلوا دائما بالجديد، ونتلاقاو في فيديو جديد مع وصفه جديده ان شاء الله. سلامه.